سهل او انت او كان سنت ابو الله وصلت Thank you.
قرارات الكون لكن طبعا المركز الاخلاقي يرحب بهذا الجمهور الكريم ونحن نقدم فعلا البيئه الامنه للطفل المراهق ويسعدنا حضوركم ومشاركتكم معنا ضمن انشطتنا الثقافيه لهذا العام وفي الحقيقه بحضور الاخت مها من ضمن طبعا اهدافنا اللي هي التوعيه الاسريه للاطفال المعاقين ونحب ان نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم المعرفه يا اهلا وسهلا فيكم الخرافي وكل اللي ساعدونا انه نعمل كل اللي ساعدونا انه نوصل نحكي عن شو يعني الاعاقه انا بدي اخبركم شغله صغيره قبل ما نحكي من اول ما جيت من باريس على لبنان العربي كان حلمي انه احكي بمكان عم بيعالج اطفال وشكرا كثير لدعوتكم انا كثير سعيده اني موجوده بهاللحظه هون سنة 1989 أسست معهد أكواباد في باريس جالة كنزيان عرفت ريلاكسولوج ريجي فيزر أسيوباد يعني الطب اليدوي انتهى التعليم والتدريب في مدارس فرنسية عالية تعرفت معهد على أمريكي سنة 1994 الذي شكل نقطة تحول كبيرة في حياتها ومن ذلك التاريخ أصبحت معهد نور عنوان أمريكي حيث كرست جهودها وعملها ووقتها لهذا العلاج الذي حقق نتائج مذهله. فعد مها نمور اول متخصصه في ريكي جيكيدو في الشرق الاوسط والخليج وفرنسا. لجانب ريكي تخصصت مها نمور بعلم البودو والجسامس الذي اعتمد بشكل مركز على كل حواس على كل حاسه من الحواس وشحنها بالطاقه. اظهرت مهارات بلقاء المحاضرات الهادفه في تنميه الوعي والتركيز. اذ تشرح بدقه فائقه فن التعرف بالذات الداخليه وكيفيه التواصل معها لبناء انسان متوازي ذات قيمه حقيقيه من ثم مجتمع افضل. المبدا الاساسي هو حكمه ورحمه للتواصل الى فرح حقيقي. جالت في بلاد عده قدم فيها دورات وجلسات خاصة وذلك في كل من باريس في مراكز في مركز لها هناك سينرجي مها نمور لندن جنيف وفي مركز لها بالكويت أيضا يحمل اسم سينرجي مها نمور كما في قطر النادي الدبلوماسي بحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن وإيران والقاهرة ولوس أنجلوس وأستراليا توصلت مها نمور إلى ما هي عليه اليوم بالإيمان والصبر والأمل والإرادة. وليس آخرا وبفرح كبير أخبركم بأن صدر كتاب أول لمها نمور بعنوان الكون طاقة الكون بين يديك. هذا الكتاب رأى نور بعد سنوات من العمل المتواصل كتابته وهو ترجمة ربع قرن من تجارب في حقل العلاجات والطاقة. أتى هذا الكتاب ليحكي لأول مرة بشكل علمي واضح ومبسط علاقة المادة باللامادة، علاقة الجسم بالنفس والروح، علاقة الشكل بالمضمون، علاقة المرء باللامادة، علاقة الأنا بما يحتوي وما ينضح منه، يعني الإصلاح والضوء، علاقة الكون بالإنسان والعكس. يشرح هذا الكتاب خريطة جسم الإنسان كطاقة جسدية ونفسية. يشرح كيف يتم التفاعل بين الباطن والخارج والعكس وبين الاعلى والاسفل داخل الجسم ومحيطه من ثم يشرح فن التفاعل مع الاخرين ويشرح كل هذا عن طريق الحكمه والرحمه اي التوازن بين الوعي والحب شكرا شارك العيد من كل مرة نعمل Thank you.
بيني وبين كل حدا عم يسمعني، بين روحي وروح الآخر، بين روحي وروح الثاني. كمان كل مرة بيكون في محاضرة بنبلش بالتأمل. بليز بترجيكم تطفوا الموبايلات على الآخر لحتى تتمتعوا ولو بعشر دقايق من التأمل. رح نعمل عشر دقايق تأمل. بليز يلي كمان مش رح يطفي الموبايل او رح يعمل ضجه، مش بس بيكون عم يزعج حاله ويمنع حاله عن هالتجربه الحلوه، بيكون عم يزعج اللي حواليه. وصل هالنفس، مجرد فرق بنفسي تعرفت على حالك، مين أنا بداخلي؟ أنا ساكنة بأي جسم؟ شو يعني أعضاء داخلية عايشة فيه وعم تعيشني؟ نفس عميق لآخر جسمك وشوفي قلبك، تذكري وين موجود القلب؟ المعدة، الكلى، الكبد، الأمعاء. خلي نفس وروحي بوعي على رجليك، محل ما بروح الوعي الطاقة بتطلع، محل ما بروح الوعي كل انتباهنا، كل قوتنا، كل طاقتنا بتروح على هالمكان. عم تفكر بهاللحظة بالخارج رح تضلك بالخارج، جسمك ينفصل عن أفكارك، عن أحاسيسك. كل مرة بتسكني بهاللحظة هون وهلا بتكوني عم تعطي حياة لحالك، عم تحترمي حالك، عم تعطي فرصة لهالجسم يرجع يعيش وانت اللي عم تعيشي. كل ما عيشت جسمك رح يرجع يعطيك حياة، كأنه حصانة بتحطيه في اليوم رح يرجع يعطيك اياه بكره. اللي بنعمله اليوم بيرجع لنا بكره. كل ما حطيتي انتباه فيك جسمك رح يكون حاضر ومنتبه. كل ما اعطيتي جسمك نفس واعي رح تكوني واعي وحره.
تنتبهي لحالك جسمك بينتبه لك. كل مرة بتعودي للأساس لروحك الداخلية بيصير في علاقة مع روح الكون، مع ربنا اللي هو عطانا هالروح، عطانا روح داخلية وروح الكون لنغذي روحنا منها. بكل لحظة بتتذكري حالك بتكوني تذكرتي عظمة الخالق. مش أنا خلقت حالي، مش أنا حطيت في حالي كل القوى، مش أنا حركت قلبي لينبض، مش أنا علمت معدتي تاكل، مش أنا علمت أمعائي تهضم. كل مرة بقبل مين أنا بقبل الكون كله بكل مكوناته. بفهم ساعتها شو يعني إيمان برب الكون، برب العالمين. بقبل ساعتها كيف أنا مكوني. المعرفة الحقيقية بتبلش من شهيد وزفير. كل مرة بتعملي شهيد بتكوني عم تاخدي كل الحياة لداخلك، وبس تعملي زفير بتكوني عم تعطي كل حالك الداخلية للحياة. بس بهيدي الحركة بتكوني عم تتواصلي مع الكون، بتكوني عم تعترفي بحالك وبالكون اللي حولك. نفس عميق لآخر جسمك وكوني هامة وهدم. إجريكي مغروسين بالأرض وراسك ممتد نحو السماء. كل مرة بتوقعي بمشاكل جاية من الماضي، تذكري حالك بس تكوني هون وهلا بشهيق وزفير. كل مرة بتحتاري شو بدك تعملي بكره وتركضي، رجعي حالك من المستقبل والأحلام، تكوني هون وهلا. كل مرة بيجرح لك قلبك الماضي وحزن قديم عم يقلك، تذكري تعطي لحالك حياة، تعطي لحالك حب، يعني طاقة، يعني النور. الطاقة هي النور اللي نحن ندخله على حالنا. الله نور السماوات والأرض. بكل لحظة بعمل شهيق وزفير بكون عم بعمل علاقة مع نور السماوات والأرض. أنا هون وهلا، أنا بهيدي اللحظة بهيدا المكان، هيدا المكان اللي عم يعطي النور لأطفال معاقين، عم يعطي أمل، عم يعطي طاقة، عم يعطيهم شرعيتهم بإنهم يلعبوا، يتمتعوا، يفرحوا، يعيشوا. عم يعطيهم حياة يلي العالم كله بيطلع فيهم بيسموهم معاق. نحن لقينا لهم مكان نحطمهم فيه ومعطيهم شرعية جديدة. الفرح الحقيقي هو بالقلب وبالكون. ياما في ناس معاقين بخوف، معاقين بقلق، معاقين بغضب، مثل ما كنا مكبلين بالماضي مش قادرين نطلع منه. هاي الإعاقة الحقيقية. خدي نفس عميق وتذكري النعمة اللي انت فيها انه قادرة تاخدي نفس، منك معاقة. بس شوف الإعاقة اللي بداخل نفسك، شو هو اللي عم بيعيدنا نعيش حياة حرة فيها فرح وحب. كل واحد منه عنده إعاقة داخلية منعته يمشي مثل ما هو بده، منعته يعيش مثل ما بده، منعته يوصل على الفرح. خذي نفس عميق وافتح عيني شوي. هيدا سلام من قلبي لقلب كل شخص سمع هالخمس دقايق عشر دقايق وتعرف على نفسه بس بشهيق وزفير. كل مرة بتفوتي على حالك رح تكتشفي قدرات ربنا عطانا إياها،
وهي القدرات كل مرة بتعترف إنه مش أنت عملتيها في حدا عطانا إياها هدية، لازم تشكر كل يوم وتحترم شعورك كل يوم. ساعتها فيك تحب من أي شخص عنده إعاقة. سموه للطفل المعاق معاق لأنه في شيء بجسمه منعه يمشي، منعه يحكي، منعه يستعمل إيديه. بس بالحقيقة الحرية الحقيقية من هيدي الإعاقة اللي هو فيها هو حبه للحياة، إيمانه بشو عطى ربنا، منعه إنه يمشي بس عطاه حب بقلبه، عطاه نور بقلبه يتمتع فيه. كل مرة روحنا بتلتقى بروح أي طفل معاق بكون عم بعطيه حياة، وبيكون هو عم بيعلمني الحياة. نحن بحاجة نتذكر كل يوم شو عنا متعة بحياتنا فينا نعملها. بكل وردة في متعة لأنه بتشوفي فيها روحك الموجودة بداخلك. روحك مع روح الوردة بتذكرنا بإله الكون اللي هو عطانا هالنعمة الكبيرة. نعم كتير نحن عايشين فيها بس مش شايفينها. وهذا اللي بدنا نحكي فيه اليوم، كيف الإعاقة هي إنه ما بنشوف. كيف الواحد بده يبلش يشوف؟ علمونا بالطفولة، وهيدي قصة بخبرها عن حالي بس قصة كل حدا عم يسمعها، إنه من طفولتنا علمونا ننجح، نشتغل، نكون خيرين بالمجتمع. بس ما علمونا إنه الشيء اللي عم نعمله من دون حب هو بيصير تطور مادي ومشكلة نفسية لإلنا، لأنه ما عم يعطينا شيء شغلنا. العلاقات اللي عاملينا صارت كأنه هم على ظهرنا ما عادش عم نتمتع فيها. كل حياتنا صارت عبارة عن واجبات، لازم ومش لازم. لازم أعمل هيك، مش لازم أعمل هيك، بس كم شغلة بنعملها بحياتنا كل يوم فيها متعة وفرح. كم شغلة بنعملها بحياتنا اليوم يتمتع فيها طفل ويفرح. راقبي حالك من الصبح لعشية، رح تشوفي حدا عم يركض كل الوقت. حتى بنومنا نحن مش نايمين، حتى بصلاتنا نحن مش عم نصلي، حتى بالحب اللي عم نعطيه لأولادنا، لأنه أكيد نحن بنحب أولادنا بس مش عم نشوفهم. يعني ما في تركيز على ابني، زوجي، أهلي، أصحابي، شغلي، نعمل كله بحكم العادة والواجبات. هذا اليوم رح نحكي فيه إنه كيف نحول حالنا للانتباه. كيف كل لحظة بحياتنا فيها تكون متعة بس إذا فتحوا عيوننا شفنا. كم مرة خلال نهار كامل شفنا شيء عم نعمله أو شفنا شخص وسمعناه؟ إذا بتراقبي كثير منيح شو صار بيطلع إنه نحن معودين هيك، يعني مش خطأ نحن عملناه بس نحن ضحية تربيتنا، مدرستنا، علاقاتنا، ضحية الشارع بكل الكون. مش بالكون، أنا ما عم بحكي عن البيت، أنا جاي خلقت بلبنان ورحت كتير صغير بالعمر على باريس. طلع كل المحلات بتشبه بعضها، كل المحلات بدهم هيك تركضي كأنك خالي. ونحن ربنا خلقنا كل واحد سيد، راسنا بالسما وإجرينا بالأرض، يعني واصلين السما بالأرض. كل مرة بننحني وبنلحق الأشياء أو بنلحق الناس أو بنلحق الماضي أو بنلحق المستقبل بنبطل ناس أحرار، بنصير عبد لفكرة عم تجول فينا. يعني ما حدا بيستعبدنا، أفكارنا نحن طالبين من حالنا أشياء معجزات.
لازم انجح بشغل بده 20 ساعة بالنهار لانجح فيه. طالبة من حالي جمع مبالغ بالبنك، معش فيني لحق اركض ولبي حاجات شو بده عقلي والتحليل تبعي. لاحقين شهواتنا، لاحقين نجاحاتنا، السلطة يعني، لاحقين بعضنا لنرضي بعضنا وما حدا راضي. ترضيه اليوم بيزعل بكرة. اليوم بس بدي اطلب كل حدا يحس بس بالشهيد الزفير كيف يهدى تيبلشوا عيونه يشوفوا الفرح اللي عم يفتش عليه هو فينا مش برا. الإعاقة الحقيقية هي فينا نحنا. نحنا خالقين أحلام مش عم نقدر نلحقها، خالقين حاجات هي اللي عم تستعبدنا. كم مرة حسينا إنه في شيء عم يخنقنا وضلينا نعمل، أو شخص مش قادرين نحكي نحن وياه وعم يختنق من وجوده. كم مرة بحياتنا بيجي التأمل بس لحتى يقول ستوب، خدي عطلي من حالك، خدي عطلي من حياتك واسألي حالك، هل أنا فعلاً عايشة؟ هل أنا فعلاً عم بتمتع بشو عندي وبمين أنا؟ هل فعلاً عم بعمل علاقة حب مع زوج، مع زوجي، مع أهل، مع أولاد، مع شغلي؟ هل أنا بحب شغلي؟ بكل صدق، وهذا الشغل ما بيقبل إلا الصدق، وقف التأمل يراقب حاله الواحد ويشوف قديش ظالم هو حاله، قدي هو متكبر على حاله، بينسى قلبه، بينسى أحاسيسه، وبده يكون سعيد، بيضحك بالخارج بس بيتفاجأ إذا أجده سكتة قلبية مثلا، بيتفاجأ إذا غمى عليه نهار، بيتفاجأ إنه عم تلعى نفسه عنده الكولون عصبي، وبصير يحس إنه حاله ضحية بعد، إنه لا ربنا عطاني هالضربة، نسي شو عطاه ربه نعم قبل ما يوقع بالضربة، نسي إنه كل تاريخه عمل إنه يوصل لمين هو اليوم. أي ألم فينا اليوم، أي مرض فينا اليوم، أي مشكلة عنا إياها اليوم، هي نتيجة كل الماضي اللي عشناه لليوم. بلحظة وعي، بس بلحظة وعي، إذا انتبه الواحد لمشكلته اليوم، في يعمل ستوب ويعيد بناء ذاته، يعيد بناء مين أنا. معش يحاسب أهله كيف ربوه. خلص صار أدولت، يعني نحن اللي عم نحكي هلأ بين بعضنا، نحن الأدولت راشدين. معش في طفل يقول ما بعرف، عندك طريقة بس تاخدي قرار، تهدي، تاخدي نفس وتشوفي. إذا ما هديتي ما رح فيهم عيونك يشوفوا. مجرد تعملي شهي وزفير رح تشوفي قلبك، وقلبك رح يعطيكي من شو عم بعاني. اكتبيهم على الورقة، رح تشوفي بكل لحظة قديش معاناتك انت عملتيها. أفكارك عندينا، بطلتي طفل، معش عندك حق انك تضلك تعني وتبكي انك انت ضحية، لأنه أهلك بحاجة كمان إليك اليوم. يلي هن ما عرفوه وأنت رح تعرفي اليوم، أول شيء رح تحول حالك لحدا يتمتع بالحياة، يعني لحظة من الحياة بترجعي أنت مشرقة، بترجعي فرحانة، ساعتها
بس تخلقي بحالك هالضوء رح تضوي مريكي يعني أهلك، رح تضوي كل جروحاتك اللي انت عشتيها بماضيكي وترحمي حالك، ورح يصير فعلا بتستاهلي كلمة أم، أو الرجل بيستاهل كلمة أب. قبل ما أكون أم لأولادي بدي أكون أم لحالي، شيل الإعاقات مني لحتى أتحرر وصير بس أحكي قلبي يحكي مع قلب الآخر، مش أتصارع مع حالي مع الماضي، كله صراع مع بكرة بدك تعملي شغل تتصارعي معه. اسألي حالك أنا إذا أنا بحب شغلي ليه عم بختنق فيه؟ اللي بحب ما بيختنق، اللي بحب ساعد اللي بيعطي بياخد، اللي بحب ساعد وبيحضن بينحضن، اللي بحب بدل المركز الخرافي بيعطي أطفال ربنا بيعطيه. طفل كل العالم قالت له معاق، تصور هالتسمية حطوا له اتيكيت هون انت معاق ونحن المعاقين. نحن عم ندهم بعضنا بأشياء، نحبس حالنا بتسميات. هذا المعاق بداخله في حب، في نور، في فرح. يمكن هو يتحرر منهم لأنه لقى مركز يستوعبه ويلعبوا كطفل، يعني رح يعيش بحب ونحن نطلع المعاقين، يعني هو عنده شانس أكثر منا. نتعلم من طفل معاق كيف أنا أتمتع بالصحة الجسدية وبلش أشتغل على الإعاقات الموجودة فيي نفسياً وداخلياً. كم حدا منا ما بيخاف؟ وهي أكبر إعاقة بالحياة، الخوف بدمر، بيمنعك تتنفسي. تذكري كل مرة كنت خايفة من شيء كيف نفسك انقطع، ولحبيت اليوم نفسنا مقطوع. كم مرة انرعبتي من شيء وصرت تخافي تنامي بالليل، هاي مش إعاقة؟ ما فيني نام بالليل. مش إعاقة إني ضلني ناطرة إنه حدا يحبني وأنا ما بعرف حب، ما بعرف أعطي. مش إعاقة إنه أنا طالبة من ربنا يعطيني الصحة وكل اللي بحلم فيه من شهوات وما بدي أعمل ولا شيء. الإعاقة الكبيرة هي النسيان والكسل. نعرف إنه جسمنا بحاجة لعلاجات، بحاجة إن الروح حركه ليبطل مصدم ومكربش وقافل على حاله. ما عندي وقت روح أعمل رياضة، ما عندي وقت روح أمشي وأتنفس من غير ما أحكي على التليفون أو حدث ناس لازم يكونوا معي، أنا ورايحة أمشي. حتى العشية بتقعدي لحالك بتزهقي، لأنه على طول تعودنا التلفزيون على العيلة، ناس قاعدين معنا وتعليقات، بتطلع مذيعة كل العالم شو بشعر، شو لابسة، شو عم تحكي، ما حدا فعلا عم يهدى ليفوت معلومة فيه. معلومة حدا عم يعطيك إياها ما بتعطي لحالك وقت إنك تسمعيها وتجربيها. مجرد انه نحكم حدا او شيء سكرنا الباب للعلاقه بيني وبينه، يعني ما في تواصل بين حالك وقلبك. كيف في يكون في تواصل بين قلبك وقلب اخر اذا انت مش عم تعرفي تتواصلي مع حالك، ما عم تحبي حالك؟ كمل هيك بيرعبنا كلمه طفل معاق، لأنه مفتكرين إنه الإعاقة بس للطفل. الطفل المعاق بذكرنا بإعاقاتنا الداخلية، إنه كيف أنا مش قادرة أتحرر من خوفي. مفتكرين نحن إنه هذا الطفل بخاف، نحن خوفنا لأنه شهد هو رفضنا له.
جسمنا معاق لأنه نحن ما عم نحب جسمنا، بس بالحب ببطل في إعاقة. مركز الخرافي فتح صراعي مستقبل كل الأطفال. بطل في إعاقة، ما بعرف ليش مخليين اسمه أطفال معاقين. أطفال سعداء مفروض، لأنه فاطمة الريس بشهادتها بكتاب الأول كتبت: أنا بشكر الله صابني بمرض السرطان لتعرفت على حالي وساعتها شفيت حالي من الأسباب اللي عملت سرطان. وهذا كتير حلو. كل مرة بيكون عندنا مشكلة، إذا ما علمتنا هالمشكلة إني انتبه لحالي لأتمتع بالنعم اللي ربنا عاطيني فيها بصحتي وبالكون اللي أنا عايشة فيه، لشو الحياة؟ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. بس نتألم، بس تجينا مشكلة نوع، بس يقرب الموت نوع إنه أنا ما عشت. كمان شغلة تانية منرددها دايما: ما متت، ما شفت من مات. مادام كل هالاشي عم تمرق بحياتنا، ليش نحن مصرين انه نعمل نفس عذاب اهلنا ونحن شفناهم؟ الله يخلي اهلكم، ان كانوا بعضهم على الارض شايفينهم كيف مش عايشين، وان كانوا سافروا من هالحياه على الحياه الثانيه شفناهم كيف راحوا. وين الدرس اللي انا اخذته؟ ليش انا كل الوقت واجيال ثانيه واجيال ثالثه ورابعه عم نمشي بنفس المصيبه؟ المصيبه هو الجهل. مش طفل معاق ولا إعاقة فيي أنا، هيدي حياتي. ربنا من وقت التكوين بيعطي الإنسان جبلة جاية من أمه وبيه، يعني فيها الحلو وفيها المر. إذا ما عرف الواحد يعمل وقفة ويشوف مين أنا، كيف بده ينظف الإعاقات الموجودة فيه من داخل؟ كيف بده يبطل يخاف؟ بيروح عند حكمة نفسية يخدره كل الليل حتى ما يحس بخوفه. بنايمه. بخلي كل شيء فيه بس انت سهر، وهو ساهر اصلا بده اياه يسهر اكثر. علاج الغضب بيصير غضبان الواحد من حاله ليه غضبان. وهي كلها قصة بس إنه نراقب حالنا مين أنا. الحيوان بالبرية عنده ذكاء فطري، نحن عندنا هذا الذكاء موجود عندنا بس ما بنستعمله، الحيوان بيستعمله. بس ينجرح أسد، ملك غابي، بس ينجرح شو بيعمل؟ بيفتش عقرب شجرة وبينام تحتها وبينطر الشفاء. ما بيركض على المانيا، على امريكا، على مستشفيات، احلى مستشفيات بالعالم ليشفي جرحه الحيوان. بيعرف بالخطره انه الجرح فيه والشفاء فيه، ونحن نفس الشيء. المنا فينا وشفائنا فينا. كل حدا منا في عنده خليه سرطانيه بس نايم. كل ما نحن زدنا الطاقة فينا، هاي الخلية السرطانية بتضل تحت، ما لها مكان لأنه الطاقة بياخذ المكان. بس تنزل الطاقة بيطلع الخلية السرطانية، بيصير واحد عنده سرطان. ومش بالصدفة، لأنه تتنزل الطاقة هالقد معناتها عندنا إعاقات داخل جسمنا. يعني معروف بكل العالم، كل الإحصاءات اللي صارت، إنه السرطان هو حزن عميق دفين عم يتراكم من وقت طويل. فإذا كل ما طلعت الطاقة بينزل المرض. وكل ما نسينا حالنا ونزلت الطاقة بيطلع المرض. جسمنا بيحكي بس نحن ما بنسمعه. أي شغلة بجسمنا بتتألم هي لحتى يعطيك خبر
إنه الطاقة عم تخف فيك. نحن ما بنسمعه. نتجاهل عنه. كل ما وشعك شيء بتصيري تروحي تفتشي على حفلات أكثر، على اجتماعات أكثر، بتعلي التلفزيون أكثر لحتى ما تسمعي حقيقتك. شوي بيكون هي جرس الإنذار عم ينبئك إنه في خطر بمكان معين. كل ما نسيتيه هي الخطر بيقوى أكثر. أنت نسيتيه بس هو موجود. كمان هيك الهدف من أي محاضرة بنعملها هي حتى الواحد يوعى يكون حقيقي، لأنه ما بيصح إلا الصحيح الحقيقة. واللي فاقد العلاقة بينه وبين حاله كأنه هامل الطفل الداخلي تبعه، طفل مهمل شو ناطرة منه غير إنه يمرض، غير إنه يبكي، غير إنه يتوسخ. إذا حدا قال له لشخص احترم حالك بيقتله، بيهجم عليه يقتله. كيف أنا بيقول لي هيك؟ بس تذكري كم مرة احترمت حالك؟ رح تلاقي ولا مرة. إلا وقت اللي بلشتي تتعلمي فعلا كيف ترجعي كل وعيك على حالك، تعملي شهيق وزفير لتبلشي بأول نعمة عطانا إياها ربنا اللي هي التنفس، ترجعي لحقيقتك الأساسية الطبيعية، تعطي طاقة لجسمك. أول شيء بالتنفس. كل مرة بتعملي شهيق هيدا عم تاخدي طاقة. شو يعني طاقة؟ يعني حب، يعني نور، يعني حياة، يعني فرح. الشمس بتعطي نور لكل العالم، وكل العالم راكدين ما حدا شايفها، ما حدا بيشكرها ولا لحظة، وبتضل تعطي. مرة وحدة هدي عملي ستوب، اشكري الشمس رح تشوفي كل النور رح يفوت فيك، بس بالوعي، بلحظة وعي ببلش علاقة حب مع الحالة الداخلية. كل مرة بتفتحي حالك بكفي بس تفتحي حالك، طاقات الكون كلها رح تدخل عليك. طاقات السماوات وطاقات الأرض جاهزة لك. هذا اللي ربنا أنعم علينا فيه نحن الناس، عطانا السيادة اللي هو الوعي. الوعى مين أنا؟ وأين أقع؟ مين أنا بالكون كله؟ رح تشوفي كل شيء مسخر لك، بس أنت مش عارفة لأنك مش عم تتمتعي باللحظة. لحظة وحدة تتمتعي بوردة فيها تشدي أكبر هم عم تعاني منه من زمان، بس بدك تفوتي فيه، تعطيها وقت تشوفيها لتفوت فيك. كل شيء بشوفوه عينينا بيصير فينا بالداخل. كل شيء بنسمعه بفوت علينا إذا نحن مفتوحين. كل شيء بتلمسه إيدينا بيصير موجود فينا. هيدا العلاقة والتواصل مع المحيط فينا تنحول من حالنا حدا مهم، محترم، حبيب، رايق، سامي نحو فوق. كتير سهل عند الإنسان إنه ينزل لتحت بحكم الجاذبية. رح نحط صورة. إذا رجعنا ورقة على الأرض بتنزل على الأرض. الإنسان شكله عمودي مستقيم، سهل عليه ينزل على الأرض، يعني ينتبه لحاجاته اللي تحت اللي هي الأكل والشرب، الجنس والتناسل. هيك العالم يعني. حتى
حتى بتوصل لوقت بتقول للرخامة أكل أصلاً العبيد له عم يكلمة. لا عم بقدر نام، لا عم بقدر أعيش، ما عم بقدر أتحرك. لأني ما بتعرفي قديش تاكلي. وشو بدك تاكلي؟ شو هو الشهوة اللي فينا العبيد؟ مش حاجتنا. بتضايق من حدا بتروح تاكلي. بتحسي بخوف بتروح تاكلي. بدك توصلي لمركز معين، ما بتوصلي له بتروحي بتاكلي. يعني هذا اسهل شيء انك تعبيه فيكي. مش قادره تطالي شيء بتصير تطالي الاكل وتاخذيه، تعويض يعني. الجنس نفس الشيء. اسهل شيء انه الناس تعمل جنس. بس اي نوعيه جنس هي مشكلة. كيف علاقتنا مع أهلنا اللي هي الشكرة السادسة؟ رح نفوت أكثر هلا بجسم الإنسان لنحكي عن كيف ربنا عطينا جسم بس إذا رقدناه نتعلم كثير أشياء. بس إذا بتشوفي كيف مركب الجسم. فإذا الراس ممتد نحو السماء والإجرين على الأرض. الإجرين على الأرض يعني كل شيء مادي هو تحت، والسمو والترقي هو فوق. كم مرة أنا عم بيكون عندي وقت إني شوف كيف بدي أطلع لفوق؟ كما هيك أنا بدنا مسكر، الحنجرة مسكرة، نقطة الوعي مسكرة، يعني بنشوف بس ما بنشوف. كم مرة حدا قال لك بشفتك بالشارع ما شفتيني؟ لأنه كلنا راكدين ورا فكرة عم نفكر فيها، عيوننا ما بتشوف. جربت أقطع الفيديو. فإذا الشكرة ابتداء من القلب، الحنجرة، الوعي والنفوخ. أربع شكرات فوق هن بيساعدونا للتواصل مع حياتنا الروحية، مع حياتنا النفسية، مع حياتنا مع الروح الإلهية الكون. هن أربع شكرات من القلب للفوق. من القلب لتحت شكرات حيوانية. بس هالشكرات الحيوانية بتتحول لشكرات إنسانية بس يدخل فيها الوعي الإلهي، يعني الحب، يعني الوعي يوعى. ليش عم بعمل جنس؟ شو هي علاقتي مع أهلي؟ كيف أنا زعلانة من أم ما بعرف أي لحظة بتروح من الحياة؟ هاي الوعي. اطلع عن الماضي، اطلع عن كل الأحزان والجروحات اللي أخذتها من الماضي. شوف، لحتى البصيرة تبصر لازم العيون يشوفوا. تيشوفوا بدك ترتاح، تقعد شوف، تهدي. أنا بحكي على طول بصيرة بالنسبة لي، بس عم بحكي مع الرجال كمان. كل مرة بيقعد الشخص اللي بيشوف ببلش يوعى، ببلش يفهم، ببلش يحس ليعمل. العمل كله اللي عم نعملها هي ردة فعل. كمان هيك الغضب اللي عم يطلع منا كل يوم تجاه شخص آخر عم يرجع لنا تاني يوم غضب مرتين. كل مرة منخاف من أي شيء منزل منخاف منه. لازم نلاقي طريقة أحسن نرتقي فيها ونشيل الإعاقات تبعيتنا لنعيش بتواصل أحلى مع حالنا الأول. كل واحد يتعرف على حاله بعدين مع الآخرين. تخيلي شو حلو قلبك عم يحكي مع قلب ابنك يلي أوقات كتير ما بتعرفي شو عم بيجول براسه. ليش هو حزين؟
إذا ما عرفتي تتعاطي مع حالك وتفتحي قلب حالك، قلب ابنك رح يقلبك قلب مسكر مثلك، وأنت بتصيري أو تبكيله أو تجبريه أو تلعب عليه لتعرفي شو في عنده. في طريقة أحلى بكتير لتفوتي على قلب ابنك، فوتي على قلبك، على قلبك أنت. اعملي تواصل مع حالك. الطريقة اللي بتلاقيها لتتواصلي مع حالك هي نفسها رح تلاقيها مع ابنك، لأنه روحك رح تحكي مع روحك. ابنك انت ولدتيه، بس هو ابن الحبيب. ربنا اختارك من لين، بس روحك وروحه هي من نيلاتهم ولاد الحبيب، ولاد روح الحبيب. كل مرة بتعترفي انه روحك روح امك، روح بيك، روح اخوانك، كلنا سوا سكان الارض عيلة وحدة، وكلنا سوا عم نعاني من نفس المعاناة، من نفس الإعاقات، من نفس الحواجز اللي عم تخلينا نعيش بحب بفرح. نتذكر إنه نحن عاملين مشكلة للآخر والآخر عاملنا مشكلة، ليش ما بتعاطى معه بشكل آخر اليوم؟ وبلش بحالي، لأنه أول آخر لإلي هو أنا. أول حدا هلا عم يسمعني فينا كلنا هو أنا. أقرب نايلة لتمي هي دايمتي أنا. بس تفرحي من أنت شو عم تعملي، شو عم تحكي، شو عم تفكري، أكيد الآخر رح يفرح. لازم تكوني صادقة، لأنه الفرح الحقيقي هو بالقلب، مش بالحكي بس، مش بالمنظر الخارجي. الفرح الحقيقي هو سلام داخلي. الفرح الحقيقي ما في ألم، ما في خوف، ما في ألم، يعني الحب. الحب أكبر قوة بتصهر المشاعر السلبية. أهم شيء ما تنومي حالي ليش عندك خوف، ليش عندك ألم، ليش عندك خوف، بدون غضب. نحن أولاد هالكون، أولاد أهلنا كانوا ضحية خوف وغضب وألم. نحن أولاد مجتمعات مقطوعة قلبها بالمحروب، أولاد كون عم يتمزق بالمصالح والأطماع. لأمتين بدنا نضل ماشيين بنفس الريتم؟ ليش مش اليوم بتاخدي قرار تهدي، تاخدي نفس لتشوفي ليش أنا عايشة هيك؟ لي أنا عندي هذا كل الخوف؟ صدقيني جربي بس قبل ما تنامي بلحظات صفاء 10 دقايق تاخدي نفس وتراقبي نفسك. أنا عم بعمل شهيق، أنا عم بعمل زفير. وتراقبي وين عم ينشعك بجسمك، وتكوني صادقة مع نفسك وتقولي هذا الألم الجسدي شو أساسه، منين بلش. رح تشوفي كل ألامنا ناتجة عن أحاسيس سلبية، كل تشنج فينا ناتج عن إيجو الأنا الأنانية يلي مش عم تقدر تاخد كل اللي بدها إياه من الآخرين والحياة. كل القلق جاي من الماضي اللي أنا بضلني غني إني أنا ضحيته. كل ألامنا جاي من المستقبل بدي آخد كل شيء لإلي، كأنه ما حدا موجود إلا أنا. هذا الإيجو. الحبس الحقيقي تبعنا هو أنا الأنانية، والحل تبعنا هو الحب والصفاء. وأنا بكون حقيقي ببلش نظف جنينتي الداخلية من أوراق صفرا اللي جاية من الماضي. اقبل أي نكتة لحتى انطفأ واعتني فيها بحب. اقبل أي طفل بكل إعاقاته الجسدية والنفسية، أعطيه كل الحب. رح أعمل
أكيد وبصدق بكرة رح يكون أفضل لإلك منها. كل مرة بتحولي حالك ضو بتكوني زدت ضو على الكون كله. بؤسن واحد في إنسان واحد يؤكد إفلاس العالم. كل مرة بالمحيط تبعه الواحد بيعمل من عائلته عائلة سعيدة فيها حب وفرح. وبيعرفوا الأمريكيين وكتير بشكر وجودكم اليوم معي. كل حدا عن الركين اشتغل على حاله بشكره من قلبي وجابك اليوم ولد من ولاده. جابك اليوم حدا من إخوانه لحتى يزيد فرح بهالكون. القلب بيعطي حب مثل البير رح يخلق حب فيه أكتر بكرة. والقلب اللي بيعطي غضب عم يزرع شوك بالكون. شوفي انت مين. تذكري بهاللحظات انا ضوء ولا انا شوك. الجمعيات الخيريه ما لها قيمه اذا اللي عم يبني الجمعيه ما عنده حب. بيطلع كانه بس خايف من يوم الحساب. يوم الحساب الحقيقي هو اليوم. خوفنا وغضبنا هو يوم حساب. اللي بخاف وبضمان معناتها عارف حاله شو عنده. ما عنده حب. اللي عنده حب ما بخاف. لأنه بيعرف شو يعني إيمان. شو يعني يتكل على ربنا. بيعترف بحاله وقبلان حاله وقبلان الكون مثل ما هو. العرفان الجميل شكر دايم لقوة قبول وسئة. كل ما قبلتي بتشكري، كل ما وسئت بتشكري. ساعتها شوفي الإبداع يلي ربنا عطينا كل شخص منا. كل واحد منا عنده مخزون من الحب ناقصه بس هالحب طريق إنه يرجع يمشي فيه. الحب موجود فينا والخوف موجود فينا. الكره موجود فينا والنور موجود فينا. وين ما بيروح الوعي الطاقة بتتبع. كل ما انت غزيت الحب يعني الثقة والقبول الرحمة على حالك. كل ما غزيت الحب بتزيد بالكون حالك ضوء. بتكوني قدمت حالك ضوء للحياة. وبس تصيري ضوء ما بتقعدي تعملي ولا مجهود لحاله الضوء بضوء. ما حدا بيقول له ضوء. مجرد في ضوء رح يضوء. بس تفتحي حالك وتقبلي تاخدي نفس كل الشفرات رح يتغذوا. سبع مستويات فيكي رح تاخد طاقة الكون. أي ألم فيكي جسدي أو نفسي رح يتعالج. بكفي بس تهدي وتفتحي حالك للكون. أنا بشكر دعوتكم والله كثير سعيدة بوجودكم. بس هلا في باب للأسئلة. بس أنا خلصت. كل شيء اللي قلتيه أنت هو المناخ إلا عن طريقي. يعني مو بس ناخذ التنفس. احنا كلنا قاعد نتنفس تنفس غلط. وعلى المهم احنا قاعد نتنفس لا. النفس انه نوصل نفسنا بس لهني. لازم ندخل النفس في جسمنا كله عشان جسم يتنظف. كل الشكلات كلها. وبعدين احنا ما نقدر نسوي هالاشياء كلها. انت انا ما اقول لكم يعني تعالوا خذوا ريكي، بس انا اقول يعني ان عن طريق الريكي احنا راح نعرف هالاشياء كلها. راح نعالج جروحنا والخوف والغضب، كل هالاشياء هذه ونمشي حياتنا ونكون سعداء كلها بطريقه الريكي. شو هي اللي عاطي كيف انا كانت عندي مشاكل كثيره، بس انا اخر شيء يعني من المشاكل كلها انه صار فيني مرض بالصعب. انا
عندي مصاب الاثنين واللغه النطاقية كلها. يعني خلاص انا يعني انتهيت من الحياه. قلت خلاص يعني ما راح اعيشها. وصلوني من الاخت وهي اللي عالجتني شوي شوي يعني بعد العمليه وبعد الكيمو وبعد الاشعاع بعد الحياه هذه كلها. هي اللي شعرتني ورفعتني واعطتني طاقه. وصارت الطاقة عندي قوية والمرض صار الحمد لله رب العالمين. قضيت على المرض هذا. يعني ممكن واحد سهل أن يقضي على المرض إلا إذا كانت عنده طاقة قوية. الإنسان لما يصير طاقة قوية المرض ينزل. دائما لازم الإنسان يحس أنه عنده طاقة. سؤال سخيف بس لا أنا ما عندي شيء بالطاقة. الأحاسيس الإيجابية فينا يعني كذب عن جزء من ال يعني عطيه حبيبي. الحين أنا قاعد أسأل سؤال أصلاً ماني فاهمة شيء عن المرض. يعني أول مرة أسمع شيء. أنا بعتذر ما بلشت بهالشغلة. كل يوم بيقول عم بعيد نفس الكلام. أنا بحكي شيء ثاني وراح أشرح. بس أقول هل الطاقة هي يعني نوع من القوة مثلاً إن الواحد حتى يسيطر على معنى غضبه يسيطر على مثلاً الغضب الزعل الخجل يسيطر عليه هاي نوع من القوة إن هي اللي تعطي إنسان طاقة ولا ما لها علاقة. هذا النتيجة. النتيجة. لأن أنا ما أفهم فيها بس أتصور إن حسب خاصة بعد كيف ما يعني شرحتي شلون تأثرت شو يعني في الطاقة فهي يعني كأنها يعني فعلا لها علاقة في قوة الشخص والقدر. فإذاً بعتذر إنه في فقرة كثير مهمة بحكي عنها شو يعني طاقة؟ الطاقة هي ذبذبات تسري بالكون كله. يعني الشمس طاقة، القمر طاقة، الأرض اللي بنمشي عليها بتعطينا طاقة، هي اللي بتطلع الشجر وكل الأكل اللي بناكله، من الأرض في طاقة المي اللي بنشربها، كل شيء ساكنه طاقة بتكون بيعطينا حياة لإلنا، ونحن عبارة عن طاقة، جسمنا طاقة جاية نتيجة طاقتين اللي هي الأب والأم، هذا أساس الطاقة عنا. الطاقة الأساسية فينا هي الهواء اللي هو بلا نفس خمس دقايق بنموت. الأكل هو طاقة. يعني كل شيء في حياة هو طاقة. معنى الحياة. نعم. معنى الحياة. إيه بس بداخل الخلايا تبع الحياة، يعني داخل الخلية في طاقة ولا الخلية بتموت. مثل بتشوفي مثلا بحيرة إذا ما فيها طاقة الماء بتعفي. الأكل إذا خليناه برات وبرات طاقته بتعفي. الجسم نفس الشيء. إذا ما تجددت الطاقة يعني النفس يعني الأكل يعني الفكر يعني الحب بتموت الطاقة فيه. كمان بتشوفي ناس شاحنين مريضين تعبانين لأنه مش عم يتغذوا بالطاقة. يعني كمان كيف بنشوف الأشياء هي طاقة. بيشوف الإنسان إنه الحياة صعبة بتصير الحياة صعبة لأنه حط له هذا الوصف بيصير يروح منه طاقة بيقعد يتغذى من الحياة. اللي بيمنع حاله ياكل بيضعف الطاقات بجسمه وبيطبع عنده نقص مثلا بالكالسيوم نقص بالمغنيسيوم نقص بال يعني هذا نقص بالطاقات. لكن هو اللي هو الأرض فيها الطاقة ين والسماء فيها الطاقة يانغ. كل مرة بتوقفي بشكل عمودي واعي بتكوني عم تاخدي الطاقات السماوية والطاقات الأرضية. كم هيك التأمل هو أرقى تصرف لحتى ناخد طاقة فيه. بيهدى الفكر، بيهدى الجسم، ببطل يركض، بتصير تاخدي الطاقات. كم هيك كتير مهم إنه نقعد ما بنكون عم نعمل شيء والناس ما بيعرفوا يعملوا هالشغله. انه بس مجرد انه اقعد بالرياحه، ما اكون نايمه لانه النوم موت صغير. والحركه كمان انت سهيانه عن حالك
لانك عم تفكر وين بدك تروحي، كيف بدك تسوقي، كيف عم بدك تحكي، دوم كمان سهياني عن حالك. التامل هو الحاله الثالثه، يعني الوعي بيخلقها لحتى تتمتعي بالحياه، لا انت نايمه ولا انت راكبه. مثل ما قلت فاطمه، حتى نحن مش واعيين، مش عم نعمل هيك، عايشين بس كل هال عم نحكي فيه كيف بدي اعيش، كيف بدي احول حياتي لمتعه، كيف بدي احول حياتي لفرح. كمان بنقول اوقات كثير الجهل هو المرض الاول. بس نشوف حالنا ونتعمق بحالنا رح نشوف انه فينا نحول كل المشاعر السلبيه لحب، وساعتها الحياه بيصير اسمها فرح. طبعا بشكرك. الاكثر بيكون عارف اساس المشكله اللي جواها، بيتعامل معاها ويتفاعل معاها ويبدا يخرج للنور ويبدا يضيء بينه وبين نفسه. اوكي، وبعد فتره بيرجع يلف على نفس الدائره ونفس المشكله، بيرجع يشحب تاني ويتعب. بس كثير حلو اللي عم تقوليه، رح اقول لك الكون كله كيف ماشي، ماشي سلبي ايجابي معدل، يعني هاي الطاقه الكهربائيه والمغناطيس وجسمنا كله ماشي بهيدي الدائره، طالع ونازل معدوم، طالع نازل معدوم. بس يلي بيتعلم الطريقه، نحن عنا طريق تركيب، بصير يعرف انه بس ينزل كيف يعرف يطلع. لا بالطلعه في فرح لانه في قدامها نزله، والنزول مش مصيبه لانه في طلعه بعدين. بده يتعلم يعمل الوسط، وخير الامور الوسط، لا يفرح بشكل بيصير كانه متشنج مش قادر يضبط حاله، ولا يحزن بفتكر انه عنده مصيبه يسمي المصيبه تجربه ويطلع الوسط. التامل بيعلمنا هيدي حاله الصفاء والهدوء من دون لا طلعه ولا نزله. جاوبتك ولا لا؟ كما هيك بنعمل دورات ريكي. إن بس تعلم اللغة اللي قدامنا في الشاشة بسبب الياباني أو الصيني ممتع، هذا العلم هذا سينرجي، لا إلهام في التراث الياباني أو الصيني. ياباني. ياباني. العلم اللي أنا بعطيه هو ياباني الأصل، اللي عالج شايفه هو دكتور بشوي مخترع الريكي ربنا، اللي لقى له طريقة مثل ما قالت نتعلمها، اللي هي أربع أنواع تأمل. بالدورة بنعمل أربع أنواع تأمل لتعرفي تهدي أحاسيسك. ما قلت أنا بالأول مشاكلنا مش بس من الخارج، أفكارنا مصيبة، أحاسيسنا يلي مش قادرين نوقف النزيف تبع داخلنا، بتصير تحسي عم تبكي انت ما بتعرفي ليه. وكمان مثل ما قالت لو عرفتي ما بتعرفي توقفي هالنزيف، بيجي التامل بيعلمك كيف تتوازني، كيف تهدي الانهيار، وكيف ما تطلعي كثير لانه في قدامك تهدي تهدي. حتى لو رحتي حفله وانبسطتي وكل شيء، بتعرفي تعملي تامل قبل ما تنامي لترجعي تهدي مشاعرك وتهدي تشنجاتك الداخليه. بالنسبه للاطفال التوحيين المصابين بمرض التوحد، هل في خلل في الشكرات اللي سبب شكرات؟ حكي شغله سامحيني رح احكي فيها، مش عم بحكي عنك، عم بحكي عن جنرال بشكل عام. الطفل المتوحد معناتها امه ما بتعرف تعبر عن حالها اساسا، عندها مشكله بالتواصل مع حاله ومع الاخرين. هو بيجي بترجم شو عندها الام. كرم هيك مسؤوليتنا كثير كبيره. صح؟ صعبة؟ اوكي رعيك. لا لا رح اقول لك شيء. الحمل اثناء الحمل، اثناء الولاده، اثناء انه الطفل رح يصير عمره سنه، بيكون الطفل عنده علاقه كثير قويه معك. يعني بيشبه امه بشكل ما بتتخيل العقل، لانه العقل تبعنا محدود بقدرات. كل شيء
الأم بتعاني منه، الولد بترجمه بالفعل، الطفل بترجم مين نحن. إذا الأم عندها خوف بس قادرة إنها تمثل لحتى تفرج إنه ما عندها خوف، بيجي ولد عنده إكزيما. الإكزيما هو عبارة عن خوف، بتعرفي؟ بالضبط. إيه بيكون شيء دفين فينا قادرين نحن نضبطه، الولد ما بيضبطه. كرمال هيك علاج الخوف فينا مش بس بيشفيني لإلي، بيشفي مين حواليي، ببطلوا يخافوا. كمان هي دعوة إنه كل حدا يعالج الإعاقات النفسية فيه حتى أولادنا تشفى. حتى إذا طفل معاق جسديا في يتمتع بالحياة إذا أهله عندهم فرح وحب للحياة. هل مفهومة اللي تقبلين الوضع وتعيشين بارتياح، والطفل سواء معاق أو طفل عادي أو طفل عنده مشكلة لما يشوف الجو اللي دار مداره مريح ومرتاح هو يرتاح؟ مش يشوف، هدول حبيبتي زبزب أكثر من يشوف. يعني سواء طبعاً يشوف مو إلا بيشوف النظر أو بالشيء، يعني حتى بالإحساس يعني، بس إن التوحدي التوحد يعني مرض التوحد يعني خلي بتكون أثناء الحمل، أثناء حتى أثناء الحمل اشمعنا الطفل عن الطفل، يعني الأم تكون جايبة طفل واحد توحدي وفي أطفال عاديين، صح؟ هذا الطفل صار هذا الطفل حساس أكثر من الآخرين. وبعدين هذا يعني التوحدي لا يزال، العلم حتى بتشخيص يعني ما شخصينا بالضبط، لكن عم نحكي بالضبط. فأنا يعني هذا مش الحق، مش الحق إن إن يعني هذا مش الحق على حدا. طبعاً هو مو حق على حدا. إيه سمع صوتي، سمع صوتي. أنا عم بقول إنه بلش بحالي، حتى لو كان طفل توحدي فيني عالجه إذا أنا طلعت شوي من حالي بعد ما يقول يعني. إيه طبعاً إذا كان أنتي يعني نسيت توحدي بدي اقول شغله كثير مهمه كمان عند علي، لا المرض وضع نهائي ولا الصحه. صراحه انا ما بقدرش بس عشان انا بشكرك لانه بدي احكي بس ما بعرف شو بدي احكي، دون كلام عم تعطيني شو بدي احكي. لان انا ما في اي ام بيكون عندها طفل ومفتكره الحب حقيقي، تلوم نفسها ان هي كانت في اثناء الحمل غير سوية، كنا نحكي انه اثرت على حتى على الطفل، فيعني ما ابي فيها الاحساس يصير عند اي احد، لان هذه انا برايي ان خلقت ربنا وفي اشياء احنا مجهوله ما نعرفها، بس اذا لمناها يعني يمكن هي صعب بالنسبه للتصرف. صحيح، بس ربنا احنا ان شاء الله نعم احنا مآمنين بوجود ربنا ان شاء الله وقدرته، ولكن كل شيء له سبب، ما في شيء من العدم. بعدين يعني إذا الأم في فترة الحمل مرت في الأم إذا في فترة الحمل مرت في ظروف، ففي بعض الظروف تفرض عليك يعني ما تتحاسبين عليها، ولا ليش أنت في فترة الحمل كنت كانت اكتئاب مثلا، يعني هذه ظروف تيجي غصبا عن الإنسان. بس شنو بعد ما حصل هذا الشيء، شنو اللي المفروض تسويه الحين؟ هذا حصل، الولد متوحد أو أي نوع من الإعاقات الأخرى، أوكي الحين هذا حصل، عشان تتواصلين مع هذا علم، اعتقد الاخت مها تحاول تتواصلين ان التعامل مع كل ولد موجود، ما في ما في ما في تغيير الوضع. هذا التغيير الوحيد اللي تقدرين تسوينه هو تواصلك مع محبتك له، ممكن تغير في حياته. انا قاعده اقول لك هذا الشيء صراحه عن تجربه شخصيه، انا اكلمك عن تجربه شخصيه. انا ما اقول ان ولدي كان معاه، ولكن ولدي تعرض لنوع من طيش، شاب مراهق وطيش وشت يعني وايد، تبعت معاه اساليب يمكن كل يعني نفسيه ما اعرف ايش استشير ما في، وفعلا كان يواجهني يقول لي انت كل ما تكلميني راح اعملش زياده، يعني في اصبح مرحله تحدي. لما بديت معاه في عمليه الريكي ما في داعي ان انا اكلمه، ما كلمه، أنا مجرد أنا أختلي بنفسي، تعرفت على نفسي وحبيت نفسي، ومن بعدها بعت لي حبي أنا له بدون ما كلمة،
والحين لو شوفينا ما تعرفينا. هذا صحيح. في حالة الأطفال اللي عندهم أو الشابين اللي عندهم حالات مثل حالات ما قلتي ولدك، تمرد وهو سلوكيات معينة، بس المرض التوحدي يختلف. يعني المرض التوحدي أصلاً حتى ينولد وأول ما ينولد هو طبعاً فيه، بس تشوفينه من أول ما ينولد سنة أو سنتين كتحسينه طبيعي، وحتى يتكلم أحياناً يتكلم أول ما ينولد وبعدين فجأة تطلع عليه سلوكيات التوحد. يعني مرض التوحد يختلف عن الحالة اللي قلتيها. حتى عندي ولد ثاني بطيء تعليم، أول ما انولدت أوكي عادي وضعه طبيعي، بعدين مع المدة لأن بطيء التعليم في بعض الأحيان إذا صار معاه تأخر مع المدة، عرفت؟ فنفس الشيء. أنا عندي بس سؤال، أنا أول من طفلك وحيدة والحين عمري 16 سنة، يعني في فترة حملي كنت من أسعد ما يمكن، أسعد إنسانة، أسعد ما يمكن. يعني لا الحين أسعد أكون أنا إنسانة راضية عن نفسي الحمد لله، وربيت أحسن تربية وعشت 9 شهور من أروع ما يمكن. لكن الله أعطاني سبحانه وتعالى طفل توحدي، وأنا عارفة أن التوحد في مشكلة في أي إنسان، في مرض، في عنده مشكلة في أحد الجكرات اللي هي إنتاجية أو ما أدري، أي واحدة فيها مشكلة تسبب إعاقة للجسم، عدم التواصل. فشوف شنو الشاكرة، اي هذه هي اي، بس الام شنو علاقتها؟ ممكن الام تمر في ازمات نفسية صعبة ولكن اطفالها يكونون زينين في فترة حمل. يعني انا يعني صعبة الكلمة اللي قلتيها صراحة. لا هي صعبة، بتأكد على الموضوع، لانه بس بدي لك شغلي، الطفل بيجي من بيئة اللي هي الحمل، يعني احشاء الام، احشاء الام من معزول عن علاقة جنسية مع رجل، أحشاء الأم من معزول عن علاقتك بأهلك. يعني نحن بنحمل تاريخنا لأطفالنا، أنت بس سبيل جسري لهذا الطفل يخلق على الأرض، بس مش أنت عاملة أحشائي. يعني إذا مش أنا عندي المرض اللي عنده إياه ابني، أوكي، حملت له إياه. كمان ما خليتوني اشرح انه مش معناتها انت اعطيتيه، معناتها حملتي له اياه، البيئه يلي عايش فيه اللي هن احشائي اعطيوه هالجينات، اعطيوه هالوضع اللي هو خلقان فيه. عم نعطي امل انه كل شيء ببلش بلحظه بينتهي بلحظه ثانيه. المرض منه ثابت والصحه منها ثابته، اذا وعينا وقبلنا الطفل مثل ما هو ممكن يطلع من المستوى اللي هو فيه، من المشكلة اللي هو فيها. إذا اعتبرناها مشكلة رح تضل مشكلة، هي بس اللي بدي أقولها. أوكي؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. بس قبل ما عالجه لإله بدي بلش أنا عالج حالي، ما أعتبرها مصيبة للشغلة، أعتبرها تجربة. هذا هو هيك. صار حبيت بس أعرف إذا مثلاً في دورات ريكي الواحد يقدر ياخذها في سن معين او مفتوح للكل، بس بغيت اعرف النقطه هذه انه ريكي يلي هلا بده يشوف كمان الانفلوب اللي عم يتوزع او يلي معه كتاب، اوكي، بكفي بس انه الانسان يكون عنده قلب وواعي لياخذ ريكي. يعني عندنا اطفال عمرهم 11 سنه 12 سنه، هاو الدورات. عندي أطفال بيجيبون بنعمل عليهم جلسات عمرهم 11 شهر 7 أشهر، يعني ريكي لكل العالم، خاصة للأميات الحوامل. بعدين بيناسب الريكي أي جنسية، أي ديانة، أي سن، أي معتقد، أي فلسفة، وأي لغة، لأن هي لغة الروح للروح. وفي دورة بكرة عندنا بالمركز اللي بحب يسجل. شكرا على حضورك.
بتعرفي مين بحس الانرجي موجوده موجوده ولا نحن موتى اللي بحس فيها يلي بيعطي وقت انه يعيشها ويشوفها. بس شو توصلينها حق طفل شخص ثاني مثلا يلي عنده انرجي الايدين الحضن هو انرجي عم تعطيها للاخر، بس نحن شخص بتكون الانرجي تبعتك عم تفوت فيه مش انت بتوصليها هي واصله. مجرد انك انت تكوني مرتاحه رح انرجي تبعتك تفوت عليك بسهوله. كذلك بنطلب من الناس يرتاحوا شوي، يعطوا مساحه هدوء وصفاء بحياتهم، ساعتها اللي حوالينا رح يستفيدوا من هذا اللي بيطلعوا. تفضلي فاطمه. منها بغيت اسال اللي عندهم اولاد مراهقين يعني شنو تنصحينهم؟ تنصحين الام انها تسوي شو تسوي؟ شو يعني تسوي لنفسها اول شيء؟ علشان تريح العيال يعني مثلا الامهات اللي عندهم اولاد مراهقين شنو تنصحين الامهات انه يسوونها عشان يريحون روحهم ويريحون اولادهم؟ الامهات والاباء يعتبروا هاي التجربه مش مصيبة أول وحدة. تاني وحدة كل مرة أنا مرتاحة بقبل أي ظروف أنا عايشة فيها بالحياة. بس تكون علاقتي منيحة مع حالي أوتوماتيك ماما. يعني شو تكون علاقتي مرتاحة مع حالي؟ بلشي مثلا أول شيء تهدي. تبطلي ضحية وتبطلي غضبانة. يعني عرفاني ليش أنت عندك طفل معوق. تقبلي كل ما تقبلي هذا الايمان الحقيقي انت بتسعدي لانه خلص ابنك هيك وثاني شيء بتساعديه لإله يتحرر حتى من جسمه لانه ضل موجود بداخله بروحه طالما عنده روح يعني في يطلع على الحياه وفي كثير مبدعين بالحياه بالعالم هن معاقين The kind of work we do is very stressful. How can we apply Reiki that we're always under stress? Our work, and work. Most of us here from architecture school, كل عندنا a lot of work, a lot of deadlines, a lot of stress. But how can we deal with that if every day is stressful? It's harder to apply. But the Reiki, Reiki بيعلمك إنك تهدي وتعطي لحالك طاقة. كمان بيعلمك تشوفي كيف بدك تنظمي وقتك. لأن في أوقات كتير بس نستعجل. يعني اللي مثلا بيسوقوا بسرعه ما راح يوصل لانه يعني بضل ملبك وبياخذ طرقات وبيضيع فيها المرتاح بيصير الشغل اللي كان يعمله ساعتين بياخذ منه نص ساعه ليش؟ لانه هادي وعم بيشوف الباراجراف يعني المقطع تحفظيه لحظه انت وتعبانه ما راح تحفظيه راح تضلك تعدي راح تضلك تشتغلي فيه وما راح تحفظيه لانك مسكره الستريس هو حدا مسكر يعني ما في فوت شيء على حاله. بلشي اعملي مديتيشن هي بلشنا فيها اول ما جينا. كل يوم 10 دقائق وبتحبي تعملي دوره احكي مع حدا من اللي عم بيسجلوا الدوره. تتعلمي تهدي وساعتها شوفي شيء رح تتمتعي بالجمع. كل ما تمتعتي رح تشتغلي اكثر وتنجحي اكثر. موفق. ما ذكرت البصيره شو المقصود؟ يعني احنا عرفناها منك. لكن الناس يعني اشوف انت تقولي شوف شوفي لكن ما شرحتي شنو البصيره يعني ما الناس ما استوعبت البصيره شنو او الشوف النظر الثاني العين الثالثه يعني. البصيره هي الادراك والوعي يعني عيونك بيعطوك انفورميشن بيعطوك معلومات الفهم بخليك تشوفي شو يعني هالمعلومات. تتغير الانرجي فينا لازم نغير البرسبشن، البرسبشن يعني الرؤية هي هون اللي هي العين الثالثة. بسموها العين الثالثة لأنه هاي العين اللي ما في عين اللي هي اسمها الإدراك.
تشوفي بوعيك، تحسي الأشياء. كمان هاي كل مرة بتهدي وعيونك بيشوفوا بينقلوا معلومات من الغلاف الداخلي للدماغ، وساعتها بالوعي تبعي بتشوفي خلف الأشياء شو فيه. يعني الإنسان غضبان قدامك ما بتشوفي غضبان، بتشوفيه ما عنده طاقة تعبان، بتشفق عباد فكنت بتحارب معه. بتشوفي بعيونك حدا حزين، تحضنيك بتقولي له هاي تجربتك، ما بتقولي تنهاري معه. اوكي؟ شلون تطبق الريكي مع الاشخاص اللي عندهم تكسر بالدم واللي عندهم مشاكل طبعا بالطحال؟ هل يكفي يعني تسوي علاقة بالمحبة؟ يعني الام تسوي علاقة تحت المحبة؟ وهل ممكن بالفعل يعني تكسر بالدم هو معروف انه بالجينات صح. نقص بأحد الجينات، فسبب تكسر دم من كرات الدم الحمر ما تكون سيركل، تكون منجلية مثلاً، هذا أحد أنواع التكسر. هل ممكن ترجع كرات الدم الطبيعية؟ الريكي ما بيعالج مرض معين، بيعالج الإنسان ككل، يعني بيقوي طاقة الحياة فيه، بيقوي قوة المناعة اللي عنده، يعني بيقوي الطبيعة الحقيقية الأساسية فينا. بيعطيك بيرجع التكوين السليم والصافي. اوكي؟ ترجع هاي القوة الشفاء يلي موجودة بكل الكون، بس التخلية عليك هي بتعطي قوة للجسم يعالج حاله. بس مش هو الركي بيعالج تكسر الدم ولا مرض ثاني، بس بيعطي قوة للجسم. أنا عندي بنت معاقة 18 سنة ونص تقريبا الحين، وهي بالمركز هني. شلون أقدر أتعامل؟ يعني دائما يعني في يصير خلاف بيني وبين أبوها، قصدي يعني زوجي، بالنسبة إنه دائما يقول لي مثلا لا تعطي، يعني أعطي باقي الأولاد أهمية. يعني أنا عندي بنت 10 سنوات، عندي مشكلة جدا كبيرة لحد الآن أعاني منها. وتعبتني جدا لأن البنت وضعها الحين 18 سنة ونص غصبا علي، يعني شيء هذا شعور غصبا علي. صح. ما اقدر اني انا ما اعطي اهلها اهتمام. صح. ما اقدر اني انا، لاني انا باكر عيالي كلهم اصحاء ومن الشطار يعني حيل، ويعني جدا جدا متفوقين، اهتمامي فيهم من ناحيه يعني نص ثلاث ارباع الاهتمام انا، ربع الاهتمام في مثلا مساله الدراسه وما دراسه الابي قاعد مثلا معاهم. لكن البنت هذه معاقه، أنا ما أسميها معاقة، أنا أعطتها شخصية قوية، إرادة وعزيمة وصريحة معاها في كل الأمور، سواء بالموت، بالحياة، بالدنيا، شنو اللي قاعد يصير، فهي توأم روحي، وهي إحساسها إحساس يعني ما أتصور أي إنسان عنده الإحساس هذا، ترى قليل. فاللي قاعد يحصل معاها يعني إحساسها هي تفضل تراعي نفسيتي أنا على حسابها هي. لهالدرجة، فأنا هذا الشيء اللي قاعد يتعبني. تفهم لغة عيوني تفهمها، نبرة صوتي تفهمها، فغصبا علي ساعات اللي يشوفني أو زوجي لما يشوفني مثلا يقول لي أنت قاعد تبينين لها مثلا ممكن أنك أنت زعلانة، أنت لا تبينين لها، أنت هي تسمع كذي راح تفهم. أنا قاعد أقول مجرد ما أنا أتكلم كلام هي تعرف أن هالكلام هذا أكيد أنا زعلانة، أكيد فيني شيء. فهذا جدا متعبني. والشغله الثانيه اني هل انا قاعده يعني هذا الشيء يعني اوكي، انا ما قاعده اقصر بعيالي، هي لها الاهتمام طبعا اكثر ضعف الاهتمام اللي لازم يكون مع باقي الاولاد. بس لما اروح عند دكتور نفسي او اساله اقول له انا عندي كذي كذي، يقول لي المشكله عندك انت، الطفله ما عندها مشكله، فعلا مثل ما قلتي المشكله عندك انت، لانك انت حاطتها في غرفة زجاجية وحاميتها وقلق عاطفي عليها، فهي صاير معها قلق عاطفي تخاف على مشاكلك. فهل هذا الشيء انا اكون مقصرة انه مثلا ولا يكون شيء صحيح يعني؟ رح بلش من القصة مثل ما حكيتيها اول ما بلشت. شكرا. الله يخليكي. بس يكون في بأي عائلة حدا مريض بتمر العائلة كلها. بس يكون في شخص معاق بعائلة بعيد حركة العائلة كلها. كمان كلنا متصلين ببعضنا، والعائلة متصلة بعائلة تانية، وكذلك
مثل ما هيك حكيت انه قلت اذا حدا عم بعيني بيأثر على الكون كله. هاي اول وحده. ثاني وحده، الام هي الارض. هيدا الارض بتعطي غذاء لكل اللي حواليها. كل مره انت بتغذي حالك من حكي من هون قال بس انا بحب اوتوماتيكمون سلامة بيرتاح اولادي. انا ما كان فيني اجي اشتغل بالبلدان العربية لو عملت ريكي، لانه قبل ما نام ببعث لاولادي بباريس شعاعات وبحس فيهم كاني قاعدة معهم ما بتصدق. هي عندها ذكاء فائق لانه ما عندها الحركة اللي عنده اياها اخواتها. يعني هي بحاجة إليك، أنت الأرض، اهتمي بحالك. وما تقعدي تقولي معي حق ولا لا، ما تلومي حالك. لاقي طريقة ترتاحي، أوتوماتيك ما هي رح ترتاحي بشكل ديركت، رح هي ترتاح مجرد أنت تلاقي سلامك الداخلي. شفت ان كل شيء اللي انا سويته اياه الحين ارتاحت، فعلا انا قاعده احس صار لي الحين ايه. بس هذا طمع منك، انت ارتحتي، انا عم فكر فيها. لا انا قاعده افكر فيها هي اللي انا ارتحتها. بس انت ترتاحي بتكوني غذيتيها لنا. المركز غذاها لها بتحت انت. انا عم بقوله بلشي هي الطريقه، انت ترتاحي رح هي تتغذى. فكري فيها بطريقه حب أذكى وغير مباشر، بما أنها معلقة فيكي كل مرة أنت مرتاحة رح ترتاحي. عم تفهميني؟ تفضلي أنا فريدة. صار لي تقريبا 5 سنين اعمل ريكي واشتغل مع مدامها. من الاسباب الرئيسيه رحت عند مدامها. ليش فيهم تحضرهم قريبا من هذا البيت؟ من الاسباب الرئيسيه رحت عند مدامها لان بنتي تعبت وانا حسيت بالذنب. يعني مو لازم واحد يكون عنده طفل معاق. بعدين انا طحت بحاله اكتئاب وقلق وخوف شديد. لما رحت عند مها اول شيء قلت لها انا ابي اساعد بنتي. هي قالت لا انت ركزي على نفسك. ولان كنت واثقه منها وكنت ابي اغير حياتي وكنت ابي اساعدهم ركزت على نفسي. كل شيء اللي بغيته يسوون وكل حاله انا كنت أحب أخلق بالبيت بديت هالشي مع نفسي. أول شيء أعطيت وقت للريكي وللتأمل لجلسات ريكي بالبيت مع ريكي واندا خديته. أول مرة أقعد بروحي، كنت خايفة أقعد بروحي من الوحدة. مع ريكي حسيت أن أنا جزء من هالكون. لما كنت أمشي على البحر أحس أن نفسي تنفسي كأنه هو موصول مع البحر كله واحد، كأن النفس لأنا هو لأنا أتنفسه مع البحر نفس الشيء. هاي الحركة بالضبط لحاسة بالوحدة، مينيموم بتروح منك الوحدة، في امتداد لإلك. وشيء ثاني بديت أحب نفسي، لأن كنت أتألم وايد أن من داخل أدري إيش كثر أنا كان عندي حب وحنان بس ما كنت أقدر أعبرها. من مع ريكي عرفت شلون أعبرها. كان عندي مشكلة كبيرة مع الغدة الدرقية لأن هني مكان التواصل ما كنت أقدر أتكلم. أكثر من
شخصين ما كنت أقدر أتكلم، لأن ما كان عندي تواصل مع نفسي، كنت دائماً أبي أرضي رأي الآخرين. الحين مع ريكي عرفت نفسي وأحترم نفسي وأعطي رأيي وأكلم أعبر عن نفسي. مو مهم إذا الشخص الثاني يفهمني يدركني، أوكي، مو شرط كل الناس يفهموني ولا أنا أبي أرضي كل الناس، لا، هذا إيجو كان عندي وأنا للحين قاعدة أشتغل على هالشيء. وشيء وايد حلو بالرينكي إنه عرفت شلون أكثر مثل حماية، مثل مساحة لنفسي، حتى عيالي لحبي بالحياة ما عندهم ما يقدرون يدشون الحد حدود هذا، لأن هذا حدود الراحة، احترام الذات، حب الذات، لأن كل شيء أعمله أنا مو لنفسي بس، لعيالي، بس هم في نفس الوقت أحترم طريقهم، أحبهم. وأتذكر مرة بنتي كانت عندها مشكلة وكلمت مع أمها، قالت لي أنت كمان ركزي على نفسك، إذا يوم بنتك تحتاج أم، تحتاج وحدة تبكي على صدرها، أنت تكونين قوية. وسج صار هالشيء والحمد لله، ومن قلبي أشكر مها وأشكر ربي أنا بديت ريكي وعرفت قيمة الحياة وأعيش كل لحظة بالحب والرحمة. شكرا. السلام عليكم. أشكر شخصها على المحاضرة واستمتعت فيها. الله يخليك يا سند. بس أنا أسألك سؤال، يعني هل الشخير وقت النوم له علاقة يعني قدة أو شيء؟ لأن أنا وكنت ما أشخر، فالحين طول الوقت حتى يعني لو سافر مع أحد ما يبي نقعد معه بالغرفة يقول شاخي وايد، عرفته؟ وريلي تقول لي ما بي انا اسمع دبه لنا لو انت تشاخرين الحين انا اصبر واحد. بعدين انا عندي طفل يعني في مدرسه الكويت الانجليزيه كان ما يتكلم ولا كلمه، حتى بس كلمه واحده او انت تعايزها ولا جمله، بس الحمد لله الحين ينطق وعلل تمام. يوم كنت حامل كان عيال اخوي توفوا في البحر، يعني حالة نفسية صارت فيني وصارت فيني ضيقة نفس. هذا كل العلاقة يعني ما ادري صح. هذول الشيء الاشياء اللي بناخذها بحياتنا منا مفصولة عنا نحن، يعني كل شيء بنسمعه بيصير فينا، كل شيء بنشوفه بيفوت علينا. يعني هذا البناء اللي نحن ساكنة فيه هو حق تجاربي، كل اللي بتشوفيه فيي انا هذا ماضي يا حوهام، انت جسمك هو ماضيك انت يا حوهام. كل مره بتفوتي على حالك وبتشوفي هذا الايمان اللي انت ساكنه فيه رح تعرفي وين جرحك الماضي، وين كسرك، وين قواكي. الشخير هو له علاقه بهالمنطقه، اوكي، وهون مثل ما قلنا اكزاكت. أو بيخترق الإنسان أو هون في المدى القريب. كل ما عملنا نحن بنعمل تأمل اسمه فيباسانا بيفتح لي كل الرؤية اللي هي العين الثالثة، أعصاب عيوني، السينوزيت، الساينوس، وبتصير المجاري الهوائية مفتوحة. كل ما فتحت قلبي كانت تستقبلي الطاقة وتطلعيها بشكل حر أكثر. كل ما الحاجة مفتوحة كمان بتصير تحكي من غير ما تحبسي حالك ويأثر هالتشنجات على نفسك. قلت بالأول إنه ريكي بيعالج الإنسان، يعني بيعالج كل الأمراض، مش بيعالج المرض بحد ذاته، بيعالج الانسان يلي هو مريض، يعني بيئة المرض. كل ما انت كنت مرتاحة بتساعد اي عضو بجسمك يكون سليم وصحيح. يعني نحن بيكون الانسان كله سوا مرتاح، كل هيدي الجسم بيعالج مكان معين مريض، خاصة مرض القلب.
لأنه كل تركيزنا بهذا الشغل هو على القلب، يعني النفس والروح. شكرا. بس بغيت أسأل، يعني لما يكون الشخص يعني ودك يعني تعاملين معاه بالريكي ويعني to introduce them to Ricky، بس في يعني resistance وايد، يعني مثلا شو الخرابيط أو يعني فشنو تبدون تسوين أساس الشخص هذا؟ ما أشرح له، بس كل مرة رح يشوفك مرتاحة، وخاصة القراب لنا يعني زوج وولاد، كل ما عنده مشكلة رح تعرف تحضنين، رح تعدين فرح وحب، يعني رح يرجع يلحقك. خذي وقتك، ما تجبري يفهم، لأنه المقاومة بتجيب مقاومة. أنا حاسة بس المقاومة قاعدة تبني وول، يعني ما أحس الإنرجي كثر ما أعطي ما قاعد تدخل، لأنه في وول الريزستانس يعني يسوي وول. هذا رح يساعدك إنه أي إنسان بالعالم تحبيه تحترميه تعطيه بس يضل براتك، ما يفوت بينك وبين حالك، ما يفوت بين إرادتك وقلبك، ما يفوت بين أفكارك وقلبك. خلي الناس برا وآمن بحالك وبربنا، خلي العلاقة عمودية بينك وبين الفوق. الناس بحبهم وبحترمهم بس بخليهم برا، لأنه بس تتألم رح تتألم لحالك، بس هو يتألم رح يتألم لحالك. إذا أنت ضعفت ما بقدر فيك تعينيه، قوي حالك واتركي يتصرف اللي بده إياه. هي تحديك اليوم إنك تتركي يحاكمك مثل ما بده، أنت ما تحاكمي. ما تقولي واحد عمل ذكي يعني منيح، واحد شاب ذكي مش، لا، خليكي بحالك واعملي بصمت وهدوء اللي انت مؤمنة فيه واقبليه مثل ما هو. الحب الحقيقي ما تنسي هو قبول من هو الآخر وطريق الآخر. كل مرة بقبل منه الآخر بعديه حب، هذا الحب الحقيقي، مش يعني الناس يعملوا مثل ما أنا بدي. هذه الحرية الحقيقية اللي بيخلقها فينا ريكي. اسمح؟ أنا بشكركم على وجود فهمتي. السلام عليكم. مشكلة شخص. أهلا فيك، أنا مشكل حضوري. أنا وليت أمراً بطرق القايمة بأكتب. الناس بيعطونا الطاقة المفرطة، النشاط الزائد. فطبعاً كان من تقريباً سنة 9 شهور إلى سنتين ما كان في نطق نهائي، والولد كان طاقته يعني غير طبيعية، يتسلق يمشي على الحيطان على أي شيء. بعدين بديت مع الدكتورة، دخلت الحضانة بدأ النطق، فالحين عمره حالياً 11 سنة. الولد يعني ما شاء الله عنده طاقته قاعد يستغلها بالأجهزة الإلكترونيات، يعني في علاقة متصلة مع الإلكترونيات لدرجة ما تصورين. بس حاليا على عمره 11 سنة بدأ يطلع عليه على طول نيرفز، يعني بالمدرسة لما اروح اقرا من التيتشر يقول اليوم الولد يعني عصبي لدرجة ما تصور، انه ما يبي احد يعني يمنع من شيء انه يكون يريد يسويه. طبعا يعصب يخبط بريده ورجليه اوكي. بدي لك شيء، كل الطاقة اللي انت عم تعتبريها انه عنده زائد بالطاقة، كل شيء زاد بالمعنى نقص، وخير الامور الوسط. ليش؟ لأنه التوازن هو الاعتدال. كل شيء طاقاته كبيرة بيوتر الأعصاب وبيخلي السيستم العصبي مشدود. كل شيء فيك تعمليه مثل ما قلنا بالأول إنك تبلشي أنت تروقي، لأنه الأولاد بيقلدونا لإلنا نحن بالميت. حتى لو عندك بروبلم مع بيو حاولي إنك تتحرر من البروبلم، إنك تبعدي شوي عن المشكلة لحتى تضلك مرتاحة، تغذيه هدوء وطمأنينة وسلام. منين الأولاد يلي بيعصبوا هن عم بيقلدوا قوة داخلية خفية بالأم اللي هي العصبية الداخلية، يمكن أنت من برا بتضحكي بس من جوا مشنجة. راقبي حالك بوضوح وصدق. شفتي أخذت الكتاب مكتوب هالشغلة شو فيها؟ شكرا. انت الادولت اكثر منه لابنك، حاولي انك تعملي عزل بين عصبيه البي والولاد. انت رح فيكي مثل ما بيقولوا تفكي فتيل الانفجار. صمام الامام.
ما تتأثري، كمان بدك طريقة تعرفي تهدي أنت فيها، لتستوعبي غضب البي وتخليه يظهر منك ما توصلي على الولاد. فردون شو قلت لسماء؟ معقول صمام الأمان بدك تكون صمام الأمان. الأطفال اللي بيطلعوا معهم أمراض بردعة. قلت سهى اللي بيخلق مش خلقان جاي من العدم، جاي من البيئة اللي هي بطن أمه. بطن الأم كمان جاي من عدم، جاي من أهلها ومن حياتها الجنسية مع البي. كلهم هدول بيعملوا بيئة الطفل، يعني هذا تاريخ بيوصل الطفل إنه يكون خلقان معه، حقبي معه، كأنه شنبع ظهره خلقان فيها، اللي هي الأشياء القوية فيه وضعفه، يعني ما إجا من ماشيين. أنا عندي بنت عندها بطء التعلم. شو عندها؟ بطء التعلم. بس بطء التعلم. بس عندها علاقتها مع أخوها أصغر منها، يعني أحس فيها غيرة، أو يعني دائرة، يعني مو قادرة تتقبل أخوها أبدا، مهما عمل لها، مهما يعني مع أنه يحاول يرضيها بكل وسيله، بس هي ابد ما تتقبل. يعني هالعلاقه اللي بينها وبين اخوها ما ادري شلون. انت عندك بس صبي وبنت؟ لا، عندي صبي وبنت اكبر منها. اوكي. معناتها بس خلق الصبي من غير ما حدا يحس اعطيته قيمه لانه صبي، وهي حسته، وهدول الشيء ما بيحبوا، يمكن ما حكيتوا عنه، بس مثل ما قلت هون فيبريشن، يعني بحس الولد انه ياي شو فرحان. وكنت مثلاً تعيط عليها بوقت كنت عم تدربي فيها الطفل. هلأ حالي أنك أنت مثلاً بس تظهري تاخديها معك وتشوفيها لحالها، وكل ما أنت مرتاحة قلبك رح يعرف يحكي معها. ما تقولي شو لازم نحكي، أنا هيك رح يعرف. هي ما تحاول، ما تقبل أي شيء من عندي أنا، يعني تقبل من زعلانة منك هي تقبل من مدرستها، من صديقتها. بس أنت مرتاحة؟ لا، بس مثل ما قالت سلامة محيط البيت ما تقبل منه شيء. بس مثل ما قالت سلامة، بس هي راقت ابنها هو لحاله اجى لعندها. اللي عم نحكيه ما بتعرفي، حاولي انك تعرفي بليز. يعني منه منطقي، هو حالة خلق فينا حالة هدوء وطمأنينة. بالهدوء والطمأنينة كل الناس بنسبهم لنا، خاصة ابنك بنتك، لأن هن بحاجة لهذه الأرض. هنا رح يجوا لعندك. شكرا. أنا بشكركم كثير لهالاجتماع الحلو اللي قدرنا نعمله، وإن شاء الله أشوفكم على خير. نحكي بموضوع أحلى. Thank you.
David. I'm helping Sarah. You're helping Sarah, okay. Yeah. Melba?
هلا سارة بتشينو هلا جام جام دانيال زين هلا تشوفك حلوة؟ اوكي اليك
شربي شربي يلا 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 فوفو أحلى صورة. وين كاميرا سارة تعال الصورة. ما بدك كاميرا؟ ما لا. لا. لك. لحالكم محضورة؟ كاميرا كاميرا صار صورة. سارة سارة أكسك وأنا سارة تك إحسان أنا سورة لا مع أنا حسين لكن سارة اخر وحدة خليك خليك حبي خليك خليك ها بدك انا وغسان يلا خلص دنيا الله يا ام ريكي شو خلص يلا ما اسمع لحظة ما بس لحظة دنيا ارجو بس بدون خبر صور بلا صور يلا جنن دنيا دنيا يلا لبسه التواز بجنن يلا اوكي سارة وحدة انا وشربي سرسور ما ضبطت عملت هيك بعد مرسي سرسور يلا سارة مرسي بوكو مرسي حسان كثير شو الصورة لمين؟
جماعة لكلكم اللي ساعدتوني.